تفضل سي هذا. اذا المردوديه ديال الفريق ديالكم في هذه المباراه يعني كانت فوز ساحق اللي بغينا نقولوا في اول انطلاقه ديال الدوري يعني في مباراه الافتتاح ب4-0، يعني كيفاش كتشوف المردوديه ديال الفريق على العموم؟ السلام عليكم، تحيات سي عبد الغفور ديالكم. كما كتعرف المدينة اليوم واحد الحدث كروي، حدث كروي الحمد لله. تحية للزملاء اللي هما اللي فكروا انهم يديروا هذا الحدث الرياضي في مدينة العرب، عيشوا وفكروا في هذه الوليدة هذو. بالنسبة للنتيجة اليوم مقابلة الافتتاح، كما كيعرف الاخوان كلها كيكون فيها واحد الضغط وواحد البريسيون على الوليدات وعلى كل شيء، ولكن الحمد لله قدرنا اننا نجيرو المسائل ديالنا احسن ما يرام. بالنسبه لنا حنا كسيطره في الميدان واضحه، بحكم ان يعني الخصم ان توا نعذروه على حسب انهم ما كنظنش انهم غادي يكونوا كيلعبوا في هذا الملعب بحال هكا او هذه، غادي يجبر القاع صعوبه في الارضيه كيفاش يتموضعوا كيفاش هذه، ولكن مع ذلك قدموا مستوى مزيان لا باس به. الحمد لله الوليدات ديالنا درنا معاهم واحد المجهود كبير، واحد تقريبا من البدايه ديال السنه، رغم الاكراهات اللي هي كتمارس علينا في المدينه ديالنا من ناحيه ديال الملاعب ما كايناش، من ناحيه ديال بزاف ديال الحويجات، رغم ان الانسان باغي يخدم باغي يعطي، ولكن ما عندناش في غادي يعني نخدموا ونبينوا داك الشيء اللي عندنا. الحمد لله كما كيقولوا مدينه العرايش يعني ما بقاتش فيها الكره، اليوم بالعكس بينا لهم ان مدينه العرايش عندها وليدات عندها مواهب، خاص غير عطيوها شويه ديال الاهتمام انهم من ناحيه ديال البنيه التحتيه يفكروا فيهم، يعملوا لهم ملاعب، يعملوا لهم اماكن اللي يمشطوا فيهم، ما يخليهمش غير لان حيت حنا راه ملي كنمشطوا غير في الغابه غير في الاتيكا وين كيجي انك تعدل واحد الفريق يعني يبين واحد المستوى يعني زيون وبحال الارضيه اللي هي كبيره، وانت كتريني في واحد المربع او لا كتريني في الغابه، ولكن رغم ذلك الحمد لله ان الامكانيات كاينه، غير ان نتمنى ان من السلطات يعني تجاوب معنا وتفكر في هاد الوليدات ديال العرايش يعني لاحظنا المردوديه كانت جيده ديال الهجوم، 4 ديال الاهداف والمهاجمين سجل رقم 6 ورقم 7 ورقم 14 وكذلك رقم 19 اللي دخل كبديل يعني في اخر المباراه. لاحظنا بان كانت المردوديه ديال الهجوم يعني كانت في المستوى، بالاضافه الى انكم ما تسجل عليكم حتى شي هدف، يعني بالنسبه لكم من ناحيه ديال الخطوط كتبان يعني متماسكه، وكذلك يعني هناك انسجام بين الفريق يعني بالنسبه لكم هذه المسائل كيفاش كتخدموا عليها يعني في التدريب كتبان بان هناك مردوديه. ثاني حل الاهداف واهداف يعني هي يعني صحيحه وضاعت، كيغيب بعض مرات التركيز، والدليل على ان العجز ديال ان ما كندربوش في ملعب كبير و يعني ما عندكش الارضيه اللي عاد تدرب فيها باش انك تدرب الوليدات وتوجدوا في نهار المقابله باش يقدر يكون واجد. انت شتي الاهداف اللي ضيعوهم ساهلين، يعني حيت ملي قلت لك ملي كتدرب في واحد المربع ما كتكونش مدرب على الشبكه، وهذا يعني بالنسبه لنا حنا اكراه كنحاولوا اننا نصلحوا، ولكن بالنسبه للهجوم بالنسبه للدفاع والخط الوسط يعني